نلقي نظرة على السلع أيضا وباقي يعني هذه الأصول يعني، ونتحدث عن الذهب تحديدا الذي كان يشهد بعض التقلبات والتراجعات في الآونة الأخيرة أيضا قبل أن يرتد في هذه الأثناء ويسجل بعض المكاسب، لكنه لازال محافظ على مستويات 2300 نقطة، وهذا يأتي وسط ترقب المستثمرين والسوق لمجموعة من البيانات الأمريكية بحثا عن دلائل وإشارات حول تخفيضات محتملة لأسعار الفائدة من جانب الفيدرالي. ارتفاع طفيف في الدولار طبعا يحد من أي صعود لأسعار المعادن بالنهاية، وهذه هي تحركات الفضة، بعض الارتفاعات اللافتة 1.25 نقطة المئوية، لكن تراجعات لافتة أخرى على الألمنيوم والنيكل والنحاس، وهي تعتمد ربما على معادلة العرض والطلب أيضا في السوق وسط البيانات التي نتابعها من الصين أو حتى الولايات المتحدة ومناطق أخرى تلعب عامل دور رئيسي في المعنويات في السوق. للحديث عن تحركات المعادن ينضم إلينا من القاهرة نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة تارجت للاستثمار. أهلا وسهلا بك سيد نور. أولا، استمرار استقرار أسعار الذهب عند هذه المستويات 2300 نقطة على دولار عفوا، على الرغم من الارتفاع في الدولار، وكيف يمكن تفسيره برأيك؟ أهلا وسهلا بحضرتك، مساء الخير عليكم جميعا. طبعا احنا يمكن اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده. انا شايف ان اللي بيحرك حاليا، ويمكن احنا تنبأنا مسبقا ان مش هيتم عمل اي تخفيض اسعار الفايده في امريكا خلال العام الجاري اذا فضلت المؤشرات على ما هي عليه. يمكن شويه اللخبطه اللي احنا شايفينها في السوق، الدولار ما بيرتفع بنسب قليله، والذهب مع ذلك ما بيتحركش من حته ال 2300 دولار، ويمكن قلنا برضو الحته اللي بين الريشيوز او المعدل الفضه للذهب، اسعار الفضه لاسعار الذهب ممكن تبقى اقل شويه من كده، تقترب اسعار الفضه من الصعود واسعار الذهب من النزول، مع استمرار الذهب مع استمرار الفضه في استخدامها في الصناعه والضغط اللي هيبقى قوي عليها شويه يمكن الفتره القادمه من خلال التصنيع الاكبر للسيارات الكهربائيه والطاقه المتجدده، فهيبقى في طلب اكتر شويه على الفضه، فده هيخلي الاسعار ترتفع مع نزول الذهب، مع ان ده ما كانش بيحصل لان العلاقه طرديه بين الفضه والذهب في الصعود وفي النزول، ولكن النسبه بين سعر الفضه وسعر الذهب ممكن تقترب شويه او تعيد الاذهان التوازن مره اخرى بين اسعار المعدنيه. يمكن إجابة على سؤال حضرتك إيه اللي احنا شايفينه في السوق، انا يمكن اللي كان مخلينا شايفين شويه اللخبطه اللي هتحصل، وان الذهب المفروض ينزل اكتر من كده، وان الذهب المفروض ينزل لما دون ال 2000 دولار، ان التضخم يمكن شايفينه انه مش هيستقر على الاسعار اللي موجوده حاليا، ولن يقترب من ال 2% اللي هي المستهدف بتاع الفيدرالي الامريكي، عشان نسبة الاستدانة العالمية اللي يمكن وصلت للذروة في الربع الأولاني من عام 2024، احنا وصلنا لحوالي 315 تريليون دولار حجم المديونية العالمية اللي هي، وطبعا في الايمرجنج ماركتس احنا وصلنا لحوالي 105.3 تريليون دولار، وده رقم غير مسبوق الحقيقة. فحجم هذا الحجم الفظيع من المديونيه العالميه اللي بيمثل اكثر من 300% من اجمالي الناتج العالمي، ده بينبئ ان التضخم لن يتباطا في هذه المرحله، وبما ان التضخم لن يتباطا فلن يتم التراجع عن اسعار الفائده اللي موجوده حاليا او التخفيض فيها بمعدلات كده، لو حصل تخفيض يعني مش هيتم التخفيض باسعار عاليه، وده كله لا يصب في مصلحه الذهب اللي هو بنسميه نون ييلدنج اسيت او الاصل الذي لا يعطي فائده، فبالتالي تكلفه شرائه او تكلفه حيازته بتبقى عاليه، وبالتالي مش المفروض ان اسعاره ما تزيدش. يعني سيد نور، هل معنى ذلك انه نتنبأ بتصحيح قوي على اسعار الذهب خلال الفتره المقبله لو ما اثبتت حتى بيانات التضخم او بعض البيانات الاقتصاديه هذا الاتجاه الذي تتحدث عنه، حتى لو كان في الخلف يعني موجه نحو شراء او التحوط من الذهب تابعناها في الفتره الاخيره من البنوك المركزيه العالميه؟ بص حياتك، انا ما زلت عند رايي اللي قلته قبل كده، الذهب المفروض يتراجع من عند ال 2430 اللي شفناها، يتراجع من 20 ل 30%، هو رجع منهم تقريبا من 5 ل 7%، ولسه باقي الباقي لسه ما زال في الرجوع.
انا شايف انه كده. طب ايه سبب الثبات عند ال 2300 لهذه الفتره الطويله والاستابيليتي اللي احنا شايفينها بقالنا اكتر من شهر عند هذه المستويات من الاسعار اللي حضرتك بقى وضحته دلوقتي؟ التسارع من البنوك المركزيه لشراء الذهب للتحوض ضد الارقام اللي شايفينها من الاستدانه اللي بتؤدي الى التضخم، فبالتالي هو بس ده مجرد تحوض، ويمكن نشوف كمان بقى في الفتره اللي جايه نزول في اسعار الدولار امام العملات الرئيسيه يجانبه نزول من الذهب كمان، علشان خاطر اللي احنا بنقوله، لان هذه البنوك المركزيه اعتقد تشبعت الفتره اللي فاتت في شراء الذهب. بنشوف البنك الصيني، البنك الشعب الصيني شاري بقاله 17 شهر بيشتري كميات كبيره من الذهب، في شهر صحيح مارس شاري حوالي 3 طن او 4 طن صحيح. من الذهب، والنهارده كمان بنتكلم عن الريتيل في الصين، مش بس البنك يعني أنا أريد المركزي، أن أقف كمان عند هذه الريتيل. النقطة نور قبل أن ينتهي وقتنا، يعني هذه أشرت إلى نقطة مهمة. بالفعل هناك بعض المؤشرات التي تدل على تباطؤ شراء الذهب في الصين، هل هو علامة على تراجع عالمي في الطلب على الذهب برأيك؟ هل سيكون مؤشر قوي لذلك؟ بص، هو زي ما يمكن هم اعلنوا الحقيقه في اول 23 ان هم هيعملوا خمسه، هيزودوا الاحتياطي 25%، فهو بالتالي في مستهدف، هذه البنوك لها مستهدف تريد تحقيقه، ولو بمجرد تحقيق هذا المستهدف في هذه المستويات من الاسعار اعتقد سيتوقف الشراء، بس هيتوقف بالتباطؤ زي ما حضرتك قلت، بدل ما كانوا بيشتروا 15 طن بقوا يشتروا 13 طن، في مارس شاريين 3 طن، وبيعول دلوقتي الافراد شراء الافراد على الذهب، فبالتالي اعتقد مع توقف هذه البنوك المركزيه او تباطؤ وتيره الشراء هنشوف مستويات اسعار جديده تماما في الذهب اقل من اللي هي موجوده على الشاشه قدامنا حاليا. طبعا أشكر نفس الكلام في الهند، نفس الكلام في المكسيك، نفس الكلام في تركيا. جزيل الشكر لك دائما نور الدين محمد، رئيس مجلس إدارة مجموعة تارجت للاستثمار، على يعني هذه التحليلات القيمة التي تقدمها لنا حول. ارتفعت صادرات الصين بأكثر من المتوقع قليلا خلال أبريل، ما يعزز أمال نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وبحسب بيانات إدارة الجمارك الصينية، فإن صادرات البلاد زادت الشهر الماضي بنسبة 1.5% بالقيمة الدولارية على أساس سنوي، بأعلى من التوقعات البالغة 1.3%، متجاوزة بذلك الانخفاض المحقق في مارس. وارتفعت الواردات بنسبة 8.4%، ما أدى إلى تحقيق فائض تجاري قدره 72 مليارا ونصف المليار دولار تقريبا الشهر الماضي، فيما تعد البيانات الجديدة أحدث علامة على أن الطلب العالمي يتعزز، وهو ما سيوفر أيضا دفعة للنمو المحلي الصيني، علما أن بكين تعتمد على المبيعات القوية في الخارج لتعويض ضعف الإنفاق الاستهلاكي في الداخل، حيث دفع الركود العقاري الأسر إلى تقليص إنفاقها. هذه نظرة على إغلاقات الأسواق الآسيوية نتابع فيها، كنا هذه التباينات في هذه الاتجاهات بين الأسواق اليابانية بحد ذاتها والأسواق الصينية. أسهم الصين كانت ترتفع بدعم من بيانات التجارة التي أظهرت فيها صادرات الصين تفوق في يعني أداء يعني تفوق على التوقعات، ما عزز أمال النمو في الصين. استفاد من ذلك مؤشر البر الصيني بهذه الارتفاعات، هانغ سينغ كان يستفيد من استئناف أسهم التكنولوجيا الارتفاع وشنغهاي، أما في اليابان فكان يشهد بعض التقلبات مستفيدا أيضا من بعض القطاعات في السوق على رأسها أسهم الصادرات أو التجار الجملة في السوق. طالب عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي روبرت هولزمان بعدم التسرع بأي خفض كبير للفائدة قبل استيفاء الشرط الأساسي للخفض الأول في يونيو، وهو احتمالية الوصول لهدف التضخم البالغ 2% بحلول منتصف 2025. هولزمان وهو أيضا محافظ البنك المركزي النمساوي قال إن المركز الأوروبي يتأثر إلى حد ما بقرارات الفيدرالي الأمريكي الذي يمتلك تأثير كبير، يجب على صناع السياسات أخذه في الاعتبار، وتتوقع الأسواق أن يخفض المركز الأوروبي الفائدة بمقدار ربع النقطة المئوية في اجتماع المقبل في يونيو، في خلاف عن المسار المحتمل للفيدرالي الأمريكي للحفاظ على فائدة أعلى لفترة أطول.
هذه الأسهم الأوروبية نتابعها ونتابع التداولات فيها وافتتاحية الأسواق الأوروبية، تباينات واضحة لاتجاهات المؤشرات الرئيسية، في نوع من يعني إعادة المستثمرين تقييم البيانات الأخيرة، نتائج الشركات، بعض التركيز على بعض قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع، على رأسها اليوم قرار بنك إنجلترا حول السياسة النقدية. بعض القطاعات كانت تساهم ببعض الارتفاعات، لكن بعض القطاعات الأخرى كانت أيضا في المقابل تمارس بعض الضغوط على هذه المؤشرات كما هو واضح. تترقب الأسواق اليوم اجتماع بنك إنجلترا وسط ترجيحات بأن يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير عند أعلى مستوياتها في 16 عاما، وأن يقدم محافظ البنك أندرو بيلي رسائل أكثر وضوحا عما إذا كان يتوقع بدء تخفيف السياسة النقدية في يونيو وأغسطس. هذه نظرة على أداء الجنيه الاسترليني، نراقب هذه التحركات الحذرة وسط يعني توقعات بأن يبقي بنك إنجلترا قراره حول السياسة النقدية دون تغيير، أو يتخذ أو يعني يبحثون عن أي إشارات فيما إذا كان سيتخذ أي خطوة نحو خفضها، لكن البعض يقول بأنه بنك إنجلترا وأندرو بيلي سيكون حذر في إعطاء أي دلالات واضحة بشأن هذا القرار.